طلاب، اليوم راح نشرح إذا صارت عندك غلط بالكول باك شلون صحح غلط. يعني دخلت واحدة من التمبرتشرات من درجات حرارة من الفابريتر ومن كونديسات غلط ورسمتها والسايكل طلع لك البي اتش دايجرام غلط، وانت عرفت او برايك انه غلط، فشلون تسوي لك تغير ترجع تغير المعلومات وتصحح الغلط. نجي احنا نطبقها على المثال السابق اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة اللي كانت ال 25 ار تي زين، يعني اللي هي الكيو فابريتر والكونديسر 35 والفابريتر سالب 10. يعني واحدة من البنات الاسبوع الفات غلطت بالرسم، بعدين رجعت رسمت رسم جديد، صارت رسمين برسم صارت خربطة. هسه لا، عم بالامتحان ما اقبل، لازم يطلع الرسم الحقيقي والغلط لازم ينمسح. نجي هنا النوع الغازية 194 ندوس هنا، هذا اللي نروح الموضوع مالنا اللي هي pH diagram. من هنا نجي على pH diagram اختار نوع الغاز، جيت على نوع الغاز، بس قبل ما ارسم اروح على هذا PTS and H الوحدات مالتهم، حول مالتر بريشر الى كيلو باسكال لانه لازم الشغل مالنا هي شنو كيلو باسكال. جيت هنا اوكي سويت زين. هسه اجي على هذا الازرق، هذا هي السايكل او المعلومات اللي ينطيني اياها بالسايكل. اجيت مال الفابريتر هي ايش قد؟ سالب 10. عفوا شوف هنا مو ضابط سالب 10 زين. اجيت للكونديسر صدفه بدل ما ادخل 35 هي بالاكزامبل ما دخلته، وجيت قبل رسمته، جيت قبل دور سايكل انطاني هذا الرسم زين. وهي اني بعدين باوعت على رسم هذا الرسم، يعني ما معقول انه شوف سالب 10 بصفر واحنا 35، يعني لازم على الاغلب هنا تصير الكونديسر زين. شلون اعدلها؟ اجي على هذا الاحمر زين، هذا شلون فورميشن، جيت هنا هذا منطانيه اجدها، ارجع على الازرق مره ثانيه، شوف هنا شنو عندك، هذا التاب انطاك الاديت مال سايكل، جيت هنا الاديت ادوسه يطلع لي يقول لي يا سايكل تسوي اديت، احنا هذا السايكل ما انطينا له اسم، قلت لك في المحاضره او ذاك الفيديو قلت لك تقدر تسوي له فد اسم، بس لانه احنا ما منطي فد اسم فهو يعني دب باي ديفولت يعني اوريدي هو يسوي هذا واحد رقم واحد. اقول له هي هاي بس طلعت لي هذا السايكل، هي اكيد هو مسميها واحد. اوكي شوف رجع انطاني المعلومات مال الفابوريتر سالب 10، اجي تشيك مال كونديسر طلع بالغلط، انا مدخله بالصفر، جيت هنا سويها 3 5 اللي هي مال الخصم مال الكونديسر، واجي هم مو راح اقول قبل هيك وادوس، لا اروح على الابديت ابديت المعلومات، يعني سوي تحديث المعلومات، اجي ادوس سويت ابديت، اروح على اي خانه من الخانات بس هيك شيء حتى ياخذ دماغ دائما، سويت فد معلومه روح على اي خانه وادخل، هذا قانون زين. هسه روح دروب، لازم هذا رسم يتغير، شوف يتغير. واحده من البنات سوت بقت هذا، خلينا نرجع صح او نرجع للغلط، شوف هم اديت سايكل اول، خليني ارجع اسويها صفر، هي شي راس ما خلص، هذا الرسم القديم مو شي. سوت مره ثانيه رايح هناك مدخله مره ثانيه معلومات جديده، ليش شنو سالب 10 وجدت هنا سوي 35 ورايح مباشره تندرو. يعني هذا احنا عندنا سايكل اللي هو باي ديفولت واحد، هسه هذا السايكل راح نسميه باي ديفولت هيك راح يسويها اثنين، ثم علينا بعدين نرجع على هذا الدرو، شوف ايش طلعت عندها، طلع عندها طلعت هيك رسم زين. شلون راح نغير هذا الرسم او نحذف واحده من الهم نفسه بالابديت؟ اجي اهم هالازرق اديت سايكل، شوف هسه يطلع لك الاول اللي الغلط اللي هو الثاني، اجي على الاول او الثاني تريد تغير زين، هذا تغير المعلومات زين. هسه لا اريد احذفها،
ما يصير هنا يسوي لك اياه. اروح على الازرق، العفو الاحمر، الاحمر شوف هنا شنو عندك، هذا احمر منطق ديليت سايكل، اجي لون واحد لو عندك الاثنين، فاحنا الاول طلعت عندي غلط، اجي على الاول اقول له ديليت سايكل، اوكي راح الاول. واضح هسه شلون نغير او شلون تحذف وشلون تسوي ابديت؟ ان شاء الله واضح. شكرا للمشاهده.